اليوم في ماينكرافت لقيت هذا الباركور الطويل اللي من بلوكات الدايموند، فقلت لازم اخاطر بحياتي واصعد بهذا الباركور، وانصدمت اول ما خلصته لقيت جزيرة طائرة من الدايموند. ولكن الصدمة كانت بهاي الجزيرة، كان على اليمين بيت من الدايموند وعلى اليسار نفس الشيء بيت من الدايموند، ولكن بنص هذا البيتين كانت اكو لوحة بها كيفية صنع تشست بليت من الجولدن ابل. فاذا تردون تعرفون شنو لقينا داخل هذني البيتين وشلون قدرنا نصنع هاي تشست بليت اللي من الجولدن ابل، ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. اليوم في ماينكرافت لاحظت انه موجود هذني البلوكات مال الدايموند، ويمين بالله ما جاي اعرف وين راح نوصل. مثل ما جاي تلاحظون بعيد اكو زي المجسم على شكل جزيرة طائرة، ما ادري شنو سالفتها. فاني الصراحة جدا خايف ومحتار انه اني اصعد بهذني البلوكات الدايموند لين ما نوصل الى هذا المكان. والله الصراحة المكان الظاهر بي يبشر بالخير. فخلص شبابنا الحيوان، راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم وراح نبدي نصعد. هاي اول بلوكة صعدناها، ليتس جو. الثانية اوكي شباب، جبنا العيد من ثاني بلوكة. اوكي نحاول انه احنا نصعد حتى نكتشف شنو موجود. لا عيال طحنا، كمان يعني من بدايتها هيجي. والله الحظ الظاهر بي مرة، لا شباب مرة لا، لازم ننتبه. هذا الباركر شباب الظاهر بي كلش صعب. توقعون شباب المكان اللي راح نوصل له حلو مو حلو، شنو موجود بي شنو ما موجود بي. الله يستر من المكان اللي احنا راح نوصل له. او ماي جاد شباب، شو تلاحظون مكتوبه هنا دروع تفاح، موجوده هنا تشست بليت من التفاح. يا عفو الله الرحيم، او ماي جاد عيال رسميا اكو تشست بليت من التفاح. لا صارت الدنيا ليل، نو لازم اروح انام. خلاص شباب راح اروح انام، بما ان هو هذا المجسم العملاق اللي على شكل جزيرة وهذا الباركر الدايموند قريب على بيتي، فسريع يعني هسه خلي اروح اغث لي غفوة سريعة لين ما تصير الدنيا صبح، وباكر الصبح على طول نكمل مسيرتنا ونصعد الى ذاك المكان ونشوف شنو موجود هناك بالضبط. اوكي فخلاص يلا هسه خلي ننام اول مرة. اوه والله على السريع صارت الدنيا صبح الحمد لله والشكر لك الحال. يلا ليتس جو شباب، انا جدا متحمس حتى نريد نصعد فوق فوق ونكتشف شنو موجود. والله شباب بعد ما صعدنا كل هاي الكميه مال البلوكات لازم نرجع نصعدها مره ثانيه. الله يستر الله يستر من الشيء اللي احنا راح نلاقيه فوق. اوكي فيلا نقول بسم الله يا عيال ونصعد كل اللي قدام كل اللي قدام. اوكي وحده اثنين ثلاثه اربعه، اي وصلنا. او ماي جاد شباب رسميا جزيرة عملاقة من الدايموند، ولكن المجسم اللي كانت بي الدروع مال التفاح ما ادري وين اختفى. وين راح شباب؟ ما ادري، تتوقعون اكو شخص موجود فوق لو ماكو؟ والله العظيم ما ادري شنو. لا 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 او ماي جاد يا عيال رسميا بقينا على نصف قلب. اوه الحمد لله وشكرا على كل حال، ما متنا الحمد لله الحمد لله. والله الله سترنا الله سترنا يا عيال، رسميا بقينا على نصف قلب. والله العظيم نصف قلب، قلوبنا كلنا 20 قلب طاروا. اي شو السالفه؟ والله شكلنا راح نطول يا عيال. لا لا شو السالفه شباب؟ يلا لازم انه احنا نعبر لنا الاولى والثانيه حتى بالتالي يصير عندنا الباركور جدا ايزي وجدا سهل. اوكي الله يستر الله يستر. اوكي وصلنا. نفس الشيء شباب، ذيك اللوحه اللي لقيناها قبل شويه مال كيفيه صنع. لا يا عفو الله الرحيم، يا عفو الله ايش قطعنا من مره؟ مرتين يا مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات طحنا. خلاص شباب هاي المرة نحاول بأي طريقة إنه إحنا ما نطيح. أوكي يلا أبو المور شغل شغل زر الاحتراف، شغل زر الاحتراف ما توقع شباب، يا رب ما نوقع يا رب ما نوقع. أوكي هذني كلهن سهلات إيزي إيزي. إي خلاص خلاص ما راح أشوف لقدام، ما راح أشوف لا تحت ولا قدام، راح أبقى هيجي شباب لأني إذا راح نباوع لجوا راح نخاف، وإذا راح نباوع لفوق بنفس الشيء راح نخاف. فلازم إنه إحنا دوما نبقى ناظر بهذا الاتجاه حتى إحنا ما نوقع. الله يستر من الشيء اللي راح نواجه. أوه شوي بعيدة. اوكي شباب قربنا نوصل قربنا نوصل. اوكي هاي بسيطة يا عيال، كلن سهلات هذني سهلات. وصلنا لهاي المرحلة اول مرة نوصلها بحياتنا شباب. يا عفو الله شوي لا لا متنا ويأرداد جي. اوكي واخيرا شباب رجعت عدتين مرة ثانية لحالي، وقفت التصوير ورجعت الى هذا المكان، وان شاء الله ما راح نوقع. اوكي قربنا نوصل رسميا قربنا نوصل. الله يستر وان شاء الله انه احنا نخلصه هذا الباركور الطويل. يا اخي ايش قد عملاق هذا الباركور، يمي بالله الباركور مره عملاق شباب. اوكي وصلنا باقي القليل شباب،
خلصنا الكثير، باقي القليل. الله يستر الله يستر. اوكي هاي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. خلاص لا لا مستحيل مستحيل عيال مستحيل، بقت لنا رسميا 3 بلوكات وطحنا. لا سشير الجرجر يرجعنا، شي يرجعنا ونرجع نعيده مره ثانيه. لا كالعاده شباب وقفت التصوير ورجعت الى هنا. يا رب. اوكي بلوكه اثنين. او ماي جاد شباب، او ماي جاد عيال، رسميا واخيرا وصلنا الى هذا المكان. هاي هاي ليش هاي اللي راحت؟ ما ادري شنو صار. اي رجعت 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 عيال، رسميا رجعت. طيب شنو عندنا هنا؟ او عندنا غرفه. وات وات شباب، هذا الصندوق وهي اللوحه من وين طلعت؟ من وين طلعوا؟ ايش مكتوب هنا؟ بيك ون اوف ذيس هاوسز، ده يقول لنا اختار بيت من هذني البيتين. او ماي جاد شبابنا حلوين، كتبوا لنا بالتعليقات نختار البيت اللي على اليسار ام البيت اللي على اليمين. والله العظيم ما ادري اعرف شباب، نختار هذا البيت او هذا البيت. الله يستر شباب. او اذا تلاحظون هذا سكني والله سكني يا عيال، سكني رافع ايده مره رهيب. مره رهيب. ولك شنو هو تشست بليت المال التفاح؟ يا عفو الله، والله الظاهر بيها مره رهيبه شباب، لازم انه اني احصل لي تشست بليت. اوكي دقيقه خلينا نشوف ايش موجود هنا أنا داخل هذا الصندوق. هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله. اوكي دروع صوف وواندات وشغلات وحبشكلات وكرافتنج تيبلات. لا لا مره رهيب شباب، تعرفوا ايش راح نسوي بهذني الصوفيات؟ راح نسوي لي دروع، دروع من الصوف الاحمر. والله هاي شنو؟ كانه صنعنا كنبه. اي والله شباب صنعنا كنبه. اوكي دقيقه هسه خلي نجرب نلبسنا الدروع او نلزم الدروع هذني كلهم وناخذين بهاي الطريقه. الله شباب صار عندنا رسميا دروع من الصوف. شنو هاي شباب؟ والله صنعنا كنبة بالغلط شباب. والله ما عزبالي انه انا اقدر اصنع لي كنبة. شنو نقدر نصنع بعد؟ اي هاي كنبة ثانية، اعتقد فقط كنبة نقدر نصنع. اي فقط كنبة ودروع ملصوف. طبعا الشيء الحلو شباب انه احنا بهاي الدروع الصوف، هسه اقول لكم شنو الشيء الحلو اللي احنا. ما عليكم شباب ما عليكم ما عليكم. لا والله والله بلعنا شباب، رسميا بلعنا. شنو هاي الطيحة مال المنوب؟ شنو هاي الطيحة مال المنوب يا عيال؟ اريد اشوفكم شنو فائدة الدروع مال الصوف. دقيقة خلينا نشمر الناس كمية اكس بي حتى نستخدم لنا هاي الوانداية. شوفوا الشيء الحلو انه احنا ما نطيح رسميا. اذا هسه مثلا نجي هنا، دقيقة دقيقة، مثلا رسميا اذا نجي من هنا ما ندمج. الدروع مال الصوف مرة قوية شباب، والله كلش احب الدروع الصوف. فبكل بساطة هسه راح اقدر انه اني ارجع الى هذا المكان وعلى السريع شباب مثل ما جاي تشوفون. اوكي ولكن هسه بعدنا ما اخترنا البيت اللي على اليمين والبيت على اليسار، خلاص شباب راح نسوي لنا تصويت. اللي يقول البيت اللي على اليمين خليه يضغط لايك ويشترك بالقناه، واللي يقول البيت اللي على اليسار خليه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويكتب لنا بالتعليقات البيت اللي على اليسار. اوكي فيعني بكل اختصار اللي يريد البيت اللي على اليمين خليه يكتب لنا البيت اللي على اليمين، والبيت اللي على اليسار البيت اللي على اليسار. اوكي يلا شباب ليتس جو. خلاص راح نحسب من 1 إلى 10. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي راح اختار العيمي مالي علاقه. بسم الله. او ماي جاد عيال، او ماي جاد ايش موجود هنا؟ كومبليت ذا تشالنجز فور تو وين ابل ارمر، ده يقول لنا لازم تخلص كل التحديات حتى انه انت تقدر تحصل لك الدروع اللي من اللي من التفاح. يلا شباب شنو هاي التحديات؟ هاي شنو؟ هاي كان صندوق مخفي هذا شكله. صار حق صندوق غريبه والله العظيم غريبه. اوكي ايش مكتوب بالتحدي الاول؟ ده يقول 3 حبات تفاح، 3 تفاح شباب 3 تفاح. شنو هاي ورطه هاي؟ راح نجيب لنا 3 تفاحات شباب والله العظيم ما ادري. دقيقه خلينا نقلب انها هسه نلاقي لنا هيك فد مكان. هاي والله شباب الظاهر اي علق العالم رسميا علق. واخيرا رجعت لان والله العظيم يا شباب رسميا البي سي علق. يلا شباب هسه لازم انه احنا نبتعد من هذه المدينه اللي احنا بيها، ولازم احنا وين نروح؟ نروح العالم البعيد اللي يكون العالم طبيعي ماينكرافتي. اي وصلنا الى العالم العادي ماينكرافتي. اي شيء يصير هنا؟ ايش صاير؟ او ماي جاد شباب رسميا المكان عباره كله عن بلوكات ملونه. يلا شباب التحدي. لا شباب كان ما ادري سمعت صوت غريب رسميا، اول مره اسمع لي هذا الصوت. يلا ماكو مشكله، خلي هسه نجمع لنا كم حبه شتله امل انه تطلع لنا شو اسمه حبات 3 حبات تفاح شباب. والله العظيم 3 تفاحات نريد احنا. او ماي جاد لحد هسه طلع لنا فقط الشتلات، احنا ما نريد شتلات، احنا نريد التفاح. بليز 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 نو شباب، والله كانه ما راح تطلع لنا ولا حبه تفاح. شلون ورطه هاي؟ يا الله يا الله تفاحة بليز بليز. وإذا احنا نفلش لنا الخشب بيكون أفضل شباب،
يعني هاي شجرة تصير تطيح لنا الأوراق لحالها، ما حاجة إنه إحنا نتعب حالنا ونبقى ننتظر لين ما كلن إحنا نفلشن. فبمجرد ما إحنا نكسرنا هاي الشجرة إن شاء الله راح يطيحن لحالنا هذين الأشجار، أوكي؟ فخلاص كسرناها كل هاي الشجرة، والله العظيم إنك كفو. يلا هسه نحاول إنه إحنا نكسرن كلهن. أي بليز شو السالفة شباب؟ ده طلعنا شتلات ولكن ولا حبة تفاح. والله شباب شكلي راح اروح الجعفر شباب. اي تفاحة. اي ما حاجة انه احنا نروح الجعفر، لان جعفر راح يقول لي 10 حبات دايما حبة تفاح، عارفه غالي ذاك جعفر. اوكي اي والله العظيم شباب هاي الشجرة جدا عملاقة، هم زين طلعت لنا شجرة عملاقة هنا. اوكي بليز بليز تفاحة، صرنا تفاحة، باقي اثنين عيال رسميا. اوكي بليز 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 تفاح، اريد تفاحة ثانية على الاقل، اثنين تفاحات على حتى اذا نروح الجعفر نقله اريد فقط شو اسمه فقط تفاحتين. لك شنو هاي 6 حبات شتلات عيال، والله العظيم 6 شتلات. دقيقه نص عاد لي فوق ونبقى نكسر لنا الشتلات من اللي فوق. يا الله بليز بليز اريد حبه ثانيه على الاقل، ارجوك يا شجره لا تفشلين. يا عفو الله شجره واحده رسميا طلعت لنا 8 حبات شتلات. اوه ماي جاد، والله يا مين شباب شجره عملاقه. يلا هاي الشجره ان شاء الله راح تطلع لنا، ان شاء الله تبشر بالخير هاي الشجره. بليز بليز. اوكي دقيقة خلي نحط ايدنا التفاحة حتى هاي الشجرة تعرف انه احنا ندور على تفاح. او ماي جاد شباب شو السالفة، شتلات بالهبل صارت عندنا، ولكن التفاح رسميا ماكو. يلا بليز لازم احنا نحصل لنا التفاح حتى نروح نسوي لنا الدروع اللي من شنو؟ الدروع اللي من بس قولوا وياي شو اسمين؟ اي تذكرت، الدروع اللي من الجولدن ابل شباب. يعني لازم نحصل لنا ابل حتى نقدر نسوي لنا دروع من الجولدن ابل. والله شغله هاي الضربه شوي صعبه، والله شغله انه احنا نحصل لنا هاي الدروع مال التفاح اللي اول مره راح اشوفه بحياتي الصراحه. انا جدا متحمس حتى اريد اعرف شلون راح اقدر احصل لي. او ماي جاد رسميا هاي الشجره من عدم بيها رسميا عيال، من عدم ماكو. فخلاص كاني طيب الرجعه من وين؟ اعتقد من هنا الرجعه. خلاص راح ارجع شباب، بطلت شباب، راح ارجع للبيت مالتي حتى شنو حتى نروح الجعفر، راح نشتري لنا من عند شخص. او كانه هنا تهد شباب، تهد خطا المكان مو منانه. هاي عيال اريد نرجع البيت مالتنا، من وين راح نرجع هسه؟ اعتقد منانه شباب، نجرب حظنا. لا من نفس الشيء مو منانه، تهد شباب تهد رسميا، اعتقد منانه. او ماي جاد عيال بلعنه همزين عندنا. لا الاكس بي خلص، الاكس بي خلص، والله تعتبر ورطة هاي شباب. ولا لا بلعنا شباب، بلعنا رسميا، الدنيا ظلمة صارت عيال، غرقنا عيال، شو حنسوي شباب؟ ارجوكم ساعدونا شباب. اوه ماي جاد، يلا خلي ارجع اول مرة تمام. اوكي ماكو مشكلة شباب، خلي نسحب على اول مهمة وننتقل. هاي شنو صاير بهناني؟ اوكي خلاص اول مهمة راح نسحب عليها. اوكي طيب شوف المهمة الثانية ايش موجود بيها، ارمر ايرون. او ماي جاد عيال هذا يريد دروع من الايرون. خلي اروح اشوف بيتي شباب، بلكي تلاقينا في البيت مالتنا. طيب البيت مالتي وين؟ البيت مالتي وين شباب؟ لا تقولوا لي راح. او ماي جاد بيتي، اي هذا بيتي شباب، شنو والله عازم كل شيء ما دا اشوف شباب. اوكي دقيقه. حلو يا رب يكون بصناديقي. لا شباب ما عندي، كل شي ما عندي بالصناديق مالتي، كمان بليز على الاقل. لا شباب والله ورطة هاي، كل شي ما عندنا. طيب منين راح نحصل لنا؟ او سلام عليكم، سلام عليكم. ثواني شباب هسه خلي ننزل على السريع الى الجو، امل انه احنا لاقينا كاف زين. اوكي او ماي جاد والله لا كاف ولا بطيخ شباب، اعتقد بلعنا. فخلاص راح نسوي لنا هسه كرافتنج تيبل، ما بعد ما نسوي لنا كرافتنج تيبل سريع خلي نسوي لنا بيكاكس، لان رسميا يرد لنا كمية جبارة اسطورية غريبة عجيبة من شنو؟ من الايرون حتى نقدر نسوي لنا احنا الدروع اللي من الايرون. تعال جيب البيكاكس الزينة، ويلا شبابنا الحلوين خلينا ننزل كل اللي جوا، امل انه احنا لقينا ايرون. اوكي شباب لقيت هذا الكافر، المرة رهيب للصراحة، ان شاء الله هذا الكافر راح يفيدنا بشكل مو طبيعي. فلحد هسه لقيت لي ثلاث، او ماي جاد شباب رسميا صوت زومبي. الله لا شباب سد اللافا، هاي اللافا راح تخرب علينا. شكو. او ماي جاد شباب موجود هنا زومبي، لك زومبي وخر علي، انحرق باللافا، عوفني اني اريد اجمع الايرون، عوفني زومبي. لا او ماي جاد هذا الزومبي ما يموت، شو ما يموت الزومبي؟ اي خلصنا من عنده اخيرا، مات.
فسريع شبابنا الحلوين، والله كمية مرة أسطورية مالت ايرون، الحمد لله وشكرا لك الحال. ما ادري الصراحة ايش قد حصلنا، 5 حبات كلش زين. شباب هو اكو طريقة اعتقد نقدر نتحول الى الزومبي، او لا مكان مرة ظلمة هنا شباب، فنلغي نلغي الفكرة، نلغي الفكرة نروح من غير اتجاه. او ماي جاد هناك اعتقد اكو سكيلتون. طيب خلنا نطلع من هذا المكان شباب. اوكي اطلع ابو المور، افلت افلت. اي هذا ايرون شباب، هذا ايرون، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. او ماي جاد شباب، او ماي جاد اكو زومبيين كلش هواي هنا. دقيقة، اي لازم ان نسوي لهم حركة. اي موت، ابلع ابلع، والله شباب ممرضين احنا مشكلة. اوكي شباب، اي وخر خفاش وخر مو، اي اي شو الخفاش مو، اي خفاش لك شنو هذا الخفاش يا عيال؟ كنز 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 رسميا كنز من الايرن هذا شباب، هذا هو الشيء الحلو، هذا الشيء البطل شباب. ليتس جو، حصلنا الكمية المطلوبة شباب، يمين بالله هذا النفق موجود بيه كمية مال ايرون مرة جبارة، وهاي اللي راح تحل لنا مشاكلنا وراح تخلينا انه احنا نقدر نصنع لنا فول ارمر ايرون ونخلص من هذا التحدي ونخلص بنجاح. واعتقد يرد لنا 24 مدري 23 اعتقد بين التشست بليت والخوذة والبنطلون الايرون والبوت، يرد لنا 23 حبة ايرون. فبعد ما نجمع لنا هاي الحبة الاخيرة نشوف. او والله بعد اكو ايرون كلش حلو شباب. ليتس جو، اوكي صار عندنا تقريبا 19 حبة، والله يرد لنا بعد 4-5 حبات ثواني شباب بعد موجود الايرون. والله شباب الشيء بكر. اوكي شباب لقينا تشيست ايرون رسميا لقينا تشيست من الايرون شباب. يلا جاهزين حتى نفتح نشوف شو داخله. اوكي ستاك ابل ستون، والله زين ستاك ابل ستون مره يفيد. اوكي خلينا نصعد كل اللي فوق شباب، امل انه احنا لا شو جاي تسوي يا ابو المور؟ لك ايش جاي تسوي؟ جاي تبني بالايرون؟ تريد ما تسوي دروع مال ايرون؟ والله العظيم اني غبي شباب، ده ابني بالايرون، المفروض ابني بالكابل ستون. اي هيك نبني بالكابل ستون، ما يصير نبني بالايرون ابو المور، شو السالفه؟ تراك جاي تلخبط وجاي تجيب العيد ابو المور، انتبه. هلا كيفك ابو المور؟ ايه هلا والله فريسه ايرون، رسميا هذا النفق متروس ايرون يا عيال، رسميا كله ايرون. جيب 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 خالي جيب، حتى راح نحتفظ الايرون إلنا شباب. طيب ولكن المشكله هسه خلاص اعتقد هاي كميه كلش تكفي شباب، حصلنا كميه بما فيه الكفايه من الايرون. اوكي خلاص والله بعد اكو ايرون شباب هواي. او شو المكان؟ شو المكان؟ واو بيت احمر هنا، ليتس جو. اوكي دقيقه خلينا ناخذ لنا كميه مره زينه مالت اكس بي، وين نروح؟ نرجع للجزيره مال الدايموند، نرجع للجزيره مال الدايموند، وهنا ان شاء الله راح نعدل لنا كل شيء. ايش بيه صار طافئه. اوكي ماكو مشكله، فهسه نجيب لنا الكرافتنج تيبل. بعد ما نجيب لنا الكرافتنج تيبل من عندنا كميه كلش اسطوريه مال كابل ستون، فنسوي لنا كميه جباره مال الافران شباب، سوينا كميه مره زينه مال الافران، ونحاول انه احنا نخلينا كل هذني الايرونات يطبخن وكل الافران يطبخن. ولكن مشكلتنا شباب، عندنا مشكله، المشكله هي بكل اختصار انه احنا ما عندنا فحم. يعني شلون نسيت ما جبت لي فحم وياي؟ يعني شلون غبي؟ يمي بالله اني مره غبي شباب. اوكي اعتقد اكو فرن بعدنا ما خلينا به، يلا ماكو مشكله. ما ادري شباب ايش راح اسوي، راح اخلي لي بكل الفرن حبه خشبايه واحده شباب. ام سوري رسميا شباب، ما ادري من وين راح نجيب لنا هسه الفحم. بس والله شباب لو نرجع لذاك البيت الاحمر، وين هو البيت الاحمر شباب؟ البيت الاحمر وين؟ اعتقد هذا، اي هذا شباب، والله بيت احمر شباب، هذا هو ايزي، موجود فحم موجود، ثواني انا شفت لي فحم قبل شويه. هاي خالي وين الفحم؟ والله اي هذا الفحم شباب، قلت لكم موجود ولكن كميه قليله، ولكن افضل من لا شيء شباب، هذا يمشي الحال اعتقد. اي والله بعد اكو قلت لكم يمي بالله هذا الكاف شباب، والله حللنا هواي مشاكل، هذا سهل علينا هواي شغل. اوكي فخلنا نصعد بالكابل ستون اللي موجودات، والله الله يعطي العافيه اعطانا كابل ستون، قدرنا نسوي لنا افران وقدرنا نسوي لنا شغلات كلش اسطوريه. هو السالفه كلها نحصل لنا 8 فحميات، ان شاء الله راح يكفلنا حتى نقدر ان احنا نسوي لنا دروع. اوكي كافي تجميع، فهسه خلينا نلزم هاي هيك. اوكي اصعد ابو المور، يلا على طول نرجع للجزيره. وين الجزيره؟ الجزيرة وصلنا الى الجزيرة كالعادة، خلينا نرجع هاي الصورة نشوف وين وصلوا الجماعة. او ماي جاد، اوكي كالعادة نسوينا كل وحدة ننطي حبة فحم، كل فرن ننطي حبة فحم حتى شنو؟ حطي تبخلنا الحبشكلات والايرونات. اوكي هسا نشوف الايرونات شقد صارت عندنا من ايروناي، والله عندنا كمية مرة زيانة شباب صارت،
رسميا عيال هاي ليش ما بيها اوكي. فعندنا هسه 7 حبات هاي بيها بنطلون شباب. اول شيء خلصنا البنطلون كل زين اوكي. بعد هنا اكو حبتين جاهزات حبتين لا لا وين والله كلش سريع شباب. قلت لكم شباب الثمان افران راح يفيدنا بشكل مو طبيعي. اوكي 14 صار عندنا. هاي بيها تشست بليت وخوذه شباب وبود بعد كل شيء اكو. هاي هاي ايش صار؟ اوكي تشست بليت بنطلون بود 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 ناقص بود شباب بود بود بهاي الطريقه صار عندنا بود. الله خلصنا التحدي الثاني كالعاده. الصندوق اختفى. شو السالفه يا الصندوق شباب؟ كل ما خلص تحدي يختفي الصندوق. هاي اختفت العلامه هنا شباب رسميا. ايش مكتوب هنا؟ 6 حبات جولد. لا شباب لا لا 6 حبات جولد لا. من وين راح اجيب لي جولد انا هسه؟ خلاص شباب راح اروح لجعفر اقول له يعطيني جولد وارجع لكم اوكي. شكرا لك جعفر الله يعطيك العافيه. والله شباب جعفر عطانا الشغلات اللي احنا نريدها. هذا جعفر ستيف والله من زمان عليه بالقوه قدر انه يعطيني 6 حبات ذهب وكمل لي الحبتين التفاح اللي احنا ما خلصناهن اوكي. فالله يعطي العافيه جعفر شباب. صارت الدنيا ليل رسميا ظلمت الدنيا. فهسه على السريع خلي اروح اخذ لي غفوه سريعه ونرجع للجزيره الاسطوريه ونكمل التحدي اوكي. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخذ لنا غفوه سريعه وليتس جو. والله شباب بالقوه قدرت اخذ من عنده ببلاش شباب رسميا ما دفعت له ولا اي شيء. فهذا يعتبر شيء مره بطل. الله يعطي العافيه استاذ جعفر والله سهل علينا هواي شغل شباب. اوكي نشمر لنا كل هذين الاكس بي ايات ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نرجع للجزيره الاسطوريه. هاي من هنا الجزيره ليتس جو كالعاده نرجع نفعل الصوره ويلا شباب. خلاص الصندوق الاول خلينا نحط لنا به 3 حبات التفاح اللي احنا ما قدرنا نجيب. الايرون تمام. 6 ذهبايات تمام جبناه من عند جعفر. كرافت بيكاكس ابل. بيكاكس ابل شنو اذا نكتب هنا بيكاكس اذا نكتب ابل شباب ثواني. اي والله صدق اكو بيكاكس ابل شباب. حبتين ستيكس و3 حبات ابل اوكي. عندهم زين عندنا حبتين خشب اوكي. راح استخدم الابل اللي موجوده هنا. والله زين شباب نقدر نسوي اوكي ليتس جو. صارت عندنا رسميا يا عيال البيكاكس اللي من التفاح. ففتشي مره رائع اوكي ليتس جو. هاي خلي نخلها بهذا المكان ونكون كذا قدرنا نخلص كل التحديات. طيب شنو لازم نسوي بالضبط هسه؟ اعتقد لازم نفتح هذا البيت. ثواني شباب خليني نجرب فتحه اول مره ليتس جو. شنو ما ينفتح؟ اعتقد اكو تحدي بعد ما سويناه احنا. دقيقه والله ما انتبه لي. اي والله صدق اكو تحدي خامس شلون ما انتبهت له. اوبن 20 لك بلوك. ذا قال لي افتح 20 حبه. ابشر خالي ابشر والله افتح حتى مليار حبه افتح ما عندي شيء. اوكي هاي وحده 2 اوكي سوينا باركر شباب. 3 اوكي 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او ماي جاد شباب راح نفتح كلنا هذني البلوكات الحظ ونشوف شنو راح يطلع لنا حتى نقدر انه احنا نخلص كل هاي التحديات. اوكي اول بلوكات حظ كسرناها طلع لنا كتب. حلو ما راح اخذ. لا هذني راح اخذين شباب هذني راح اخذين انا مالي علاقه اوكي. او ماي جاد شباب بنطلون وبوت من الدايموند. ليتس جو شباب ليتس جو. الحظ مره اسطوري اوكي. هاي بلوكات مال اند بورتال. عندنا دروبرات او على تطوير يمي. او ماي جاد عيال شنو هذا الحظ اليوم؟ خلاص فولنا الدروع الدايموند رسميا بكل بساطه وبكل سهوله من ورا هاي بلوكات الحظ. يا عيال راح اموت. مزين خلت لي البلوكات باخر لحظه. هادي شباب حتى اذا نزلت علينا اللافا ما نموت لان احنا رسمين عندنا دروع من الدايموند. اوكي هاي الحب او ليتس جو سيف. او ماي جاد والله حظ مره ناري عيال مره رهيب الحظ شباب. اوكي دروبرات باقي تقريبا اقل من 5 حبات بلوكات حظ. اوكي مكتبه وحب اشكالات مره زين اكس بي طن رهيب اوكي. ادوات او دروع لا 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 لا, 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 لا هذا ما حباني. هذا اللي ما نحبه شباب. هذا اللي ما نحبه هذا اللي ما نريده احنا. هذا اللي ما نريده. تشارجر كريبر بعد شباب مو حتى كريبر. متنا انفقع علينا شباب. شنو هذا حظي يعني؟ بقى حظي حلو 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 بعدين طع فجرت علينا بلوكة حظ ودمرتنا. اوه هذا اللي ما نريده احنا. ارجع ابو المور اخذ لك الدروع الصوف احسن شباب. اوكي هاي اندر بير كل زين اوكي ولكن جعنا يا عفو الله الرحيم جعنا شباب رسميا. يلا اسحب على الجوع ويلا ليتس جو. هسه اريد اصعد اوكي تمام. هسه خلينا نفتح هذا الباب.
نفس الشيء ماي. اعتقد لازم خلينا الشغلات اللي احنا حصلناها بهذا الصندوق. قل لا لا، دروع الدايموند والشغلات مالتي الاسطورية كلهم راح يروحن. لا الدايموند والاندربير والاميرالد اللي حصلناه، لا هذا الاير مالتي ايش السالفة، وهذا ان الشغلات الرهيبة الاسطورية شباب. يلا الحمد لله والشكر على كل حال. اهم شيء نحن نفتح هذا البيت ونكتشف شكو داخله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، راح نفتح هذا البيت بعد 3 2 1 ليتس جو. ولكن شباب دقيقه قبل ما نفتح هذا البيت، اللي يريد يعرف شنو موجود داخله خليه يضغط لايك واشترك بالقناه وفعل جرس الاشعارات. يلا ليتس جو. ماي جاد شباب، او ماي جاد شباب، رسميا اكو صندوق، ليش مو بالبدايه فاتح لي البيت اللي عليه صار وفضينا السالفه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، راح نفتح بعد 3 2 1 ليتس جو. ماي جاد شباب، شنو هاي الدروع؟ هاي دروع تفاح، هاي دروع تفاح شباب. دقيقه نشوف شكلنا. واو شوفوا الدروع مال التفاح، والله العظيم مره رهيبه شباب. ليتس جو. لا لا ايش يصير لا